السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، واحشرنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم وألف بين العروسين، اللهم اجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا، ولا تجعل بينهما فتنة وفرارا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء، وكما ألفت بين محمد وخديجة الكبرى، وكما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين على رسولنا الصلوات. جعله الله مبارك خير الصلاة.